انا انت عارف حاجات غريبه جدا. ما بيهزرش في الحكايه دي. يا استاذ حمدي، لا هي المساله ببساطه، احنا كنا عندنا سطح عالي جدا، وبعدين كنا بنطير طيارات، انتوا عارفين الطيارات اللي هي، وبعدين القش بتاع الذره ده لما الشمس بتيجي عليه والكلام ده بناعم جدا، بس هي الطياره طارت وانا طرت. ما انت طرت مع الطياره. طب وقعت بقى ازاي؟ ايه اللي حصل؟ في حجر جدتي بالظبط، كانت قدام الفرن. فكانت حاجه غريبه جدا. يعني جدتك لو ما كانتش موجوده كان زمانك ما كنتش موجود دلوقتي. دلوقتي ما كانش في برنامج اصلا. لا ده انا بحب حضرتك جدا. ازاي بالنسبه للعفاريت بقى، ما طلعلكش عفاريت قبل كده؟ لا كتير والله. انت عارفه ايه؟ كل الريفيين في القاهره عندهم مشكله في السكن، فبيسكنوا شقق مفروش. عاده الشقق اللي بتكون فاضيه هي الشقق المعيوبه اللي فيها مشكله. واحد هذه المشاكل احساس الناس انها مسكونه. فدايما الشقق اللي فاضيه تبقى مسكونه. بس. فعلا. مسكونه. اوكي، بعدين؟ فكان في شقه في ناحيه ام المصريين من ورا كده، وخدناها بسعر رخيص انا وصديقي ده، ورايحين بقى، فصديقي ده اتاخر فانا طلعت الشقه. اوكي. بس. فتحت الباب. ايوه. اسمعوا بقى بتأني يا زيها القصه. الكهرباء تعملي على الكهرباء ما بتنورش. مش عادي جدا. نزلت جبت شمع وكبريت. كل عود يتولع يطفي. كل عود يتولع يطفي. فانا حسيت بألم شديد جدا، في مشكله بقى يعني كده، لا كهرباء ولا بيعملك مزيكه الخوف. الرعب. بس فنزلت بقى للراجل بتاع القهوه، قلت له انا كل ما اولع عود كبريت يطفي. قال لي هو انت ما تعرفش؟ قلت له لا. قال لي تشطتك فوق؟ قال لي قلت له. قال لي روح. طب في ايه؟ قال لي اصل دي يعني كان في مشكله من شهرين ثلاثه كده، وحد اتقتل فوق. هو قال لي قال لي حد اتقتل فوق ديت. ورحنا لمين الناس بتوع القهوه، طلعنا فوق، جبنا الشنطه وخدت بعض وروحت. دي كانت واحده من الحاجات المشاكل الكبيره يعني. كفايه بقى مزيكه العفاريت دي. خلينا نسمع مزيكه حلوه كده. نسمع مزيكه لذيذه. حضرتك بتحب تسمع مزيكه مين؟ مين اللي بتحس انك بتتسلطن كده لما بتسمع؟ انت بتدندن لمين بمعنى؟ لا هو في اغنيه دايما صبحه ودايما طازه جدا، ودايما تحس انها لسه معموله النهارده، ولسه متلحنه النهارده، ولسه متغنيه النهارده، ومتغنيه لكل الاجيال وكل البشر والكلام، اللي هي ثلاث سلامات. الله. طب انا بقى حصري في 100 مسا هنخلي حضرتك تغني، وده اجباري بقى عشان حضرتك تبقى عارف. انا عايز اسمعها من صوتك. طيب بس هم يقولوا اي حاجه؟ هم انا مش فاكر قوي يعني. اي حاجه تطلع منك حلوه. لا بس تقول ولا حلوه يعني، مش كلمه واحده خلاص. عن سفرياتك لبلدان تانية في افريقيا. لا انا ما انا حظي في افريقيا غريب شويه. ايه بقى؟ اولا انا حظي في افريقيا شرق. يعني كل الناس سفرهم غرب الا انا سفر شرق. ناحيه بقى تنزانيا تنزانيا واديس ابابا وبحيرات، مجموعه البحيرات ويوغندا وكمبالا وعنتيبي الله. طب دي كلها سفريات شغل؟ شغل. ما اروح فين؟ هروح اعمل هناك سياحه مثلا. اولا بحيره فيكتوريا دي اكبر بحيره مياه عذبه في العالم. أوكي. ورغم ذلك اهلها ما يشربوش منها، بيشربوا ميه معدنيه. فده كان بالنسبه لي مصدر استغراب جدا، يعني ليه يشربوش ميه عذبه يعني. فيم حروب الهوتو والتوتسي القوا الجثث كلها في بحيره فيكتوريا. الهوتو والتوتسي. طبعا انا بتكلم عن حاجه ثانيه. او يا يو اي اندرستاند اكزاكتلي وات ار يو توكينج اباوت تو وات ار يو تو. هم كانوا هم يحسوا ان الارواح الجثث اللي اترمت في الميه دي ارواحها سكنت قاع البحيره، فهم يخافوا يقتربوا منها، لا يصيدوا منها سمك ولا يشربوا منها. فده وضع برضو غريب جدا. ايوه. انا احفظ من التجرينيه جمله واحده اللي هو حانتي ماكسيموس سكوير. حانتي ماكسيموس سكوير. سكوير دي ممكن تيجي من ناحيه انه الميدان بالظبط. الحانتي واحد.
واحد ماكسيموس. ماكسيموس سبتمبر. سبتمبر قول له يبقى الفاتح من سبتمبر. اوكي حلوه دي. حلوه دي؟ طيب. عجبتني. عجبتك؟ طيب انا ليه حفظتها؟ ليه بقى؟ لان انا طبعا بروح اي مكان اول حاجه بعملها بدور على قهوه. اوكي لازم يعني اي عاصمه فين القهوه اول حاجه، والحمد لله ربنا بيخزنيش ابدا بلاقي القهوه. أي. يعني حتى في روما لقيت القهوه، وحتى في فيرجينيا لقيت القهوه، والقهوه يعني الشيشه، والشيشه يعني قهوه، يعني هي كده. اوكي بس فانا بسال عن القهوه، فكل مره يقولوا لي تمشي كده وتروح كده فواحد كتبها لي وحفظها لي، قال لي لما تحب تشرب تشرب قهوه او شيشه تروح هانتي ماكسيموس سكوير. ممكن حضرتك تاخدني دلوقتي ونطلع على هاكسي ماكسيموسي؟ ايه ماكسي ايه هاكسي ايه؟ هانتي هانتي ماكسيموس ماكسيموس سكوير. سكوير حالا حالا. حضرتك اللي هتعزمني مش انا. اوكي الوقت معاه خلص ولسه فيه حكاوي وحكاوي. كان معانا الصحفي الكبير حمدي رزق اللي كتاباته احلى من الغناوي. نورتنا يا استاذ حمدي. اشكرك ربنا يخليك. نورك ربنا يخليك. ميكي مشاهدينا هنروح فاصل ويرجعوا لي مره ثانيه. مشاهدينا واهلا وسهلا بكم من جديد. ضيفنا النهارده لو بصيت لمشكلته هيقول لك انا مظلوم وبريء ومش ذنبي، تقول له انا بحبك يقول لك يا سلام ده انت جوه كبدي. يتكلم بطريقه غريبه، لا هي لا عربي ولا انجليزي ولا هندي، اصل هو مصاحب علي علوكه واشرف كخه واسمه الليمبي. السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين وبعود الايام والحاجات اللي مننا تهاني دي. واحب اقول لكل شاب وكل فتاه يعني ما تقعدش في السحور وما تقعدش في الفطور وخليك في كوناتا عشان انا بحب كوناتا. قول لي بقى يا ليمبي، يا ترى بقى محمد سعد وحشك بعد ما سابك وراح عمل عوكل وعمل بوحه وعمل شخصيات تانيه كتير؟ اللي وحشته طبعا وحشته، وهو كمان وحشني اخر حاجه، بس يعني زي ما تقول كده انا كنت عافش منه وزعلان زعل السنين منه كده. ليه بقى؟ عشان هو يعني سابني فتره طويله كده، بس الحمد لله بقى الحمد لله يا رب يا رب. لف 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 كده ورجع لي تاني عشان لا يصح الا صحيح ورجال الحق قبل فضيله. يا ليمبي انا نسيت اقول لك مبروك، انا عارفه ان انت خلاص نجحت في محو الاميه، الف مبروك. ايوه ونجحت مع مرتبه الشرف واتنين خدوديه. طب يا ليمبي طمني عليك، طمني عليك، ايه حكايه الاحداث؟ خرجت منها ولا لسه؟ لا الحقيقه انا اتخرجت من الاحداث وانا عندي 17 سنه. طب يا ليمبي انا عايز اسالك سؤال محيرني بقى ويا رب تجاوب عليه زي ما انا عايزه، بتقرا؟ ايوه يعني على خفيف كده يعني كده في الحلاوه كده مره واحده في الشهر بس. ايوه ده انت شكلك ما بتقراش غير لما بتروح عند الحلاق يا ليمبي. ايوه انا بروح للحلاق مره واحده في الشهر. طب يا ترى يا ليمبي قريت عن العاطفه والحب قبل كده؟ ما تغير الموضوع ده بقى في ايه؟ والناس بتحط نحو الاميه دي خلتها اقعد اقرا بقى كل يوم كل يوم كل يوم كده، ده كل اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا ما ضيعين ما بيعرفوش يرقنوا ساعات. خلاص يا ليمبي ايه ده؟ دماغهم فاضيه كده زي الدربوكة. انت هتتعصب عليا ولا ايه؟ حاضر هغير الموضوع. انا بتكلم عن الرومانسيه والعاطفه. ايوه العاطفه ازاي يعني؟ الحب الحب والسوق السوق ومشتاق مشتاق والحاجات دي. يا ليمبي حضرتك مرتبط؟ ايوه انا مرتبط بواحده كده من ورا عليها وكنت ناوي اخطبها بس اجلت الموضوع شويه. ليه بس يا ليمبي اجلت الموضوع ليه؟ الدهب غالي.
دي عندك حق فيها، الغوايش والحلقان والذهب غلي قوي يعني. سيه يا ست الحاجة سيه كده هتفتحي عين البيت على الحاجات وكده، خلاص ده هما دبلتين وقلبي فيه. لا يا لمبي لا، يعني حتى محبس مع الدبلة ده، حتى محبس مع الدبلة يا لمبي ما ينفعش كده يعني، حرام عليك. محبس ليه؟ هو صباعه بينقط ولا ايه؟ لمبي ايه البخل ده؟ ايه لمبي تبقيت بقى بخيل قوي كده ليه؟ يوه ده في ايه يا ست مايز في ايه؟ انت توقعي بيني وبينها ولا ايه؟ هي موافقه وراضيه بس كده. طيب يبقى انت ليه ما حوشتش يا لمبي عشان تجيب الشبكه؟ حصل حوشت من قيمه 7 سنين كده، ورحت اجيب الدبلتين قالوا لي ان العراق اتضربت والذهب غالي. طب يا اخي حوش تاني. الله، حوشت تاني وجمعت حق الدبل، قالوا لي ان لبنان اتضربت والذهب غالي. طب عملت ايه بعد كده يا لمبي؟ حوشت تاني، قالوا لي غزه اتضربت والذهب غالي. طب حوشت مره كمان بعدها ولا ايه؟ لا بقى، ما انا اتسقمت بقى وبطلت احوش بقى عشان خفت على الدول الشقيقه يعني. وانا دلوقتي معلومه من هذا المصدر، وبقول ان انا مش هحوش تاني ولا افكر التزم في حكايه الجواز ده. واسعدوا يا ناس، البنت اللي انا كنت ناوي اخطبها دي هطلقها بالثلاثه. طب خلاص اهدى اهدى بس يا لمبي، احنا مقدرين موقفك كويس، اهدى بس. خلاص يا ست هديت. طيب يا لمبي ما تسمعنا حاجه كده. ماشي حاضر اسمعك. كو 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 ماشي. أحب اللي انت جاي تقول عليه، ما انت عارف قبل معنى الحب. حب اللي انت جاي تقول عليه، ما انت عارف قبل معنى الحب. خلاص يا عم قافل ده. شكرا شكرا نورتنا. شكرا 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 ميرسي يا لمبي، نورتنا في مية متى. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا بالمقابلة الجميلة دي بتاعت اللمبي، ووصلنا لنهاية حلقتنا للنهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. باي باي.